السلام عليكم. حيت كنعرفو بزاف ديال الناس كيتفرجوا في الفيديو وكيزيدوا الحكومه هي الاولى اللي غندوي معها خاص شرح الموضوع المتعلق بغلاء الاسعار. الشرح يخرجوا توضيحات يخرجوا الوزراء يدويو نشوفوا شنو كاين. ها القضيه ديال الحكومه سديناها قولي عاوتاني دويتي لها بالزربه. ما جاو دابا الهضره ديال المعقول. النقاش المجتمعي خاصو يكون ناضج والنقاش المجتمعي خاصو يكون مسؤول. راه 36 مليون مغربي مضرورين من الزياده في الاسعار وكلشي عارف اللي كاين. اذا الاخ المواطن اللي كيدير غير نشاط سياسي في تويتر ومطلع ترند ومحيح ولا في انستغرام هو كيقرا في ايكول دانجينيور ولا خدام ولا باس عليه وعنده لا كونيكسيون وجاي معرفه محيح غير هكاك. لا انا النقاش المجتمعي خاصو يكون صريح. هذاك المواطن المقهور اللي ما مكونيكتي ما والو وغادي على رجليه وكيضرب كيلومترات وكيمشي يخدم وفي الاخر ما كيبقى ما يدخل وليداتو لان الزياده في الاسعار كضرو. وشوفوا شنو هادشي. واش بسبب تقلبات في الاسعار العالميه؟ واش بسبب تبعات جائحه كورونا اللي باقا غادي تكون؟ واش بسبب قرارات ارتجاليه اتخذت من قبل ويمكننا اننا نتراجعوا عليها ويمكننا اننا نصحوها؟ اما نبقاو نعرطوا بحال هكا ولي نتعاطف مع شي جهه ولي نكفس من الجمهور ديال الكوره وبلاص ما نحضي انا حياتي وخدمتي وقرايتي ونشوف هذا المشكل ديال الاسعار فين غيوصل كنولي انا حاضي انا انترنيت ونعاير هذا ونغز هذا ونقول له خاص حلول سحريه وتا شي حل ما تقال. انا بالله عليكم عطوني حل واحد كاين في تويتر ولا في انستغرام ولا في اي قناه. الحل غادي يكون عند الحكومه اللي خصها تتحمل المسؤوليه ديالها وتعطينا اللي كاين. اما داكشي ديال الحياحه وديال الجموع العامه اللي كيكونوا عند الفراقي ديالنا وهذا داكشي راه وصلنا حتى في النقاشات السياسيه والنقاشات المجتمعيه اللي هي عميقه ودقيقه غادي يكون الامر خطير. درت فيديو غير كنضحك فيه زعما راه واش متيني هيا باسو الله يعاون. بغيت الهضره ديال المعقول الهضره ديال المعقول. الزياده في الاسعار اه كاينه وما بغيناهاش حنا متفقين ولكن حتى الطريقه ديال الاحتجاج وديال الحديث وهذاك راه فيها نقاش كبير.